اختيار اللون الابيض والخامات المستخدمه كلمينا عنها. أنا مصممة أزياء معروفة ومعروفة بالعالم العربي وكلنا أنا والعالم العالمي معروفة أن أنا مصممة أزياء فساتين عرايس، تخصصي خاص للعرايس بس. فأنا يعني دائما أحب أختار الفستان الأبيض، وهالمرة أن أنا مختار الفستان مش الأبيض، الدرجة اللي بعد الأبيض اللي بين الأوف وايت وبين الأبيض. راح أقدم 7 فساتين عرايس من أخفخم الفساتين، قماش أقمشة مميزة، قصات مميزة، طرح غريب وكلها يعني ما شاء الله فخامة فخامة فخامة، راح يعني شيء حلو. يعني هذا طبعا بالنسبة لي ينفع يعني يفيد كل عروس، كل عروس بفكرة أن تلبس فستان فرح يكون أن تشوف اللي أنا مقدمته وإن شاء الله راح يكون مميز.